نتواصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات المسائية الجميلة والرائعة، ومن هنا من أرضية هذا الميدان ميدان المرموم تحفة الميادين بدانة الدنيا دبي. أمسية الثنايا اللي انطلقت في هذا المساء محددة أيضا مسار هذه الأشواط ومحددة هذه التحديات الجميلة. شوطنا الثاني عشر، شوط الختام في هذه الأمسية التراثية الجميلة والرائعة، الشوط الخاص بالثنايا الابكار الثنايا الجعدان عفوا المهجنات الأصائل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ في هذا التحدي المثير والرائع. وفي رحلة 8 كيلومترات ننطلق بصدارة هذا الشوط، وأرهني غيث من قاد المجموعة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وانطلاقة خالد بن مربن حلوة من قدم مملكة في أول أشواط هذا المساء يقدم غيث مع هذا الانطلاق المثير. ومع المركز الثاني، المركز الثاني التسلل من ورسان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم راشد بن خميس الغويص من يتابع هذا الانطلاق. ومع المركز الثالث، المركز الثالث نتابع صغان لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي ومتابعة سهيل بن سالم العامري. النقلة التالية مع المركز الرابع، أرى التسلل مع هذا الانطلاق المثير من شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومتابعة سالم بن حمد بن هيان العامري من يتابع انطلاقة شاهين مع المركز الرابع وخامس التحديات. أرى هني الحنيش يتسلل مع المركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم، وانطلاقة حمد بن علي العويسي مضمر الخمس نجوم من يتابع انطلاقة الحنيش مع المركز الخامس. وسادسا أرى التسلل المسكت التابع لهجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما إذا طرقنا مع المركز السابع بأرى التحديات من شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم ومتابعة أبو عبيد ثاني بن عبيد بالكديدة من يتابع انطلاقة شاهين مع المركز السابع. ثامن التحديات، المركز الثامن أرى القدوم في هذه اللحظات من زعفران لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، عملية تضميرة عند سعيد بن عبيد الحميري. وتاسعا نتابع المركز التاسع وأرى القدوم والتسلل الباين والملحوظ، نتابع زلزلة من ينطلق مع المركز التاسع بشعار هجن زعبيل وانطلاقة راشد بن محمد بن مروشد. ومع المركز العاشر أرى التحديات من شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن عبد الله بالطير العامري من أعلن هذا الانطلاق مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى. نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام متابعي قناة دبي ريسنج، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع الصدارة والمقدمة، وأرى هني غيث ما زال يسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط منذ البداية. منذ البداية ينطلق غيث بناموس هذا الشوط وبهذا الشعار، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وانطلاقة خالد بالمر بن حلوة من يتابع انطلاقة غيث على الصدارة والمقدمة. يلي مع المركز الثاني، مع المركز الثاني أرى التحديات من ورسان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومتابعة راشد بن خميس الغويص، ولكن من الجانب الآخر التسلل لشاهين بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري من يتابع انطلاقة شاهين
والانطلاق المثير والرائع والتسلل الباين والملحوظ من صغان لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي ومتابعة السهيل بن سالم العامري. ولكن أرى الحنيش بدأ ينضم في هذه اللحظات مع المراكز المتقدمة بالشعار سمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم وانطلاقة حمد بن علي العويسي من يتابع انطلاقة الحنيش. سادسا أرى التحديات من مسكت التابع لهجن العاصفة يقدمه الواثق حمد بن راشد بن غدير من يتابع انطلاقة مسكت مع المركز السادس الكوكبة السداسية والصراع سداسي على مقدمة هذا الشوط. يا سلام التحديات مثيرة والانطلاقات رائعة. وإن سألت عن موقعنا فنحن غادرنا لوحة الأربعة كيلومترات انتصفنا المسافة وبدينا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط وبدينا نعادر حزام الغابات على اليمين مع هذا الانطلاق المثير والتغيير التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة. رهني الحنيش من قاد المجموعة بشعار سمو الشيخ زايد بالمر بالمكتوم المكتوم وانطلاقة حمد بن علي العويسي الشاعر ينطلق أيضا مع هذا الأداء المتميز اللي قدمه الحنيش في هذه الأمسية التراثية الجميلة والرائعة. ومع بداية أيضا مسافة 8 كيلو مترات والتجربة الأولى في هذا الفئة العمرية لهذه المسافة المركز الثاني أرى التحديات من ورسان لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم راشد بن خميس الغويس من يعلن هذا الانطلاق. ومع المركز الثالث صوغان من الجانب الآخر لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي وسهيل بن سالم العامري في عملية تضميره وتدريبه. ولكن أرى المركز الرابع أرى مسكت مع المركز الرابع ينطلق مع هذا التحدي المثير والرائع بشعار هجن العاصفة ومتابعة الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الخامس التحديات لغيث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة خالد بن مر بن حلوة من يتابع انطلاقة غيث. مع المركز الخامس سادس التحديات شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سفير المضمرين في عملية تضميره وتدريبه. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للست المراكز الأولى المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط في ختام هذه الأشواط في ختام هذه الأمسية التراثية الجميلة والرائعة. نعود مع الصدارة نتابع البداية نتابع المقدمة. نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع البداية وبوابة العبور بوابة 2 كيلو مترات ما تبقى عن خط النهاية. والحنيش يسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط. الحنيش وبشعار سمو الشيخ زايد بالمر بالمكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي من يتابع هذا الانطلاق. المركز الثاني أرى هني أيضا التحديات من مسكت مع المركز الثاني بشعار هجن العاصفة يقدمه الواثق حمد بن راشد بن غدير. ومع المركز الثالث أرى التحديات أيضا من ورسان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومتابعة راشد بن خميس الغويس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للثالث
ثلاث المراكز الأولى المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط، ولكن الحنيش من يسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط، وبهذا الشعار شعار سمو الشيخ زايد بالمرب المكتوم وانطلاقة حمد بن علي العويسي 1200 ما تبقى عن خط النهاية، العد التنازلي لمجريات هذا الشوط والحنيش يسيطر، ولكن أرى هني مسكت، أرى مسكت مع المركز الثاني. المركز الثاني أرى التحديات من مسكد التابع لهجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، ولكن أرى الهجوم والتحديات المثيرة والرائعة، أرى هني شاهين يتسلل مع المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، حمد بن عبد الله بالطير العامري من يتابع انطلاقة شاهين زلزلة يتسلل مع المركز الرابع بالشعار هجن زعبيل وبقيادة راشد بن محمد بن مروشد، ولكن نعود مع الصدارة نتابع بداية هذا الشوط والحنيش على الصدارة، الحنيش على المقدمة، ولكن شاهين قادم بكل قوة مع المركز الثاني شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، حمد بن عبد الله بالطير العامري من يتابع انطلاقة شاهين والحنيش يسيطر. اللحظات الأخيرة الأمتار النهائية تهانينا لسمو الشيخ زايد بالمرب المكتوم، والتهاني لحمد من علي العويسي مضمر الخمس نجوم، يمن أعلن انطلاقة الحنيش من انطلاق بالصدارة في اللحظات الأخيرة، بدأ يباعد المسافة تهانينا لسمو الشيخ زايد بالمرب المكتوم، والتهاني لمحمد بن علي العويسي على فوز الحنيش بالمركز الاول وبدون اي منافس، بينما اللي وصل مع المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم المركز الثالث. التحديات ايضا والوصول في هذه اللحظات من شاهين لسمو الشيخ محمد بالمرب المكتوم المركز الرابع زلزلة التابع لهجن زعبيل، والمركز الخامس مسكت من هجن العاصفة. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا متابعين الكرام، ولحظات وصول الحنيش إلى خط النهاية يأتي بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة. هذه لحظات الوصول، تهانينا لسمو الشيخ زايد بالمرب المكتوم، والتهاني المضمر حمد بن علي العويسي على هذا الأداء المتميز اللي قدمه الحنيش، تهانينا والناموس لسمو الشيخ زايد بالمرب المكتوم على فوز الحنيش بالمركز الأول 13 دقيقة 22 ثانية 7 أجزاء من الثانية، التهاني أو 13 دقيقة 23 ثانية وجزء واحد من الثانية، تهاني لسمو الشيخ زايد بالمرب المكتوم، والتهاني لحمد بن علي العويسي، بينما اللي وصل مع المركز الثاني شاهين يأتي بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 29 ثانية جزء واحد من الثانية، تهاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، والتهاني لحمد بن عبد الله بالطير العامري. ثالث المراكز يصل أيضا، والتحديات القادمة من شاهين بشعار سمو الشيخ محمد بن مرب المكتوم وانطلاقة سعيد بن سالم النيبي 13 دقيقة 32 ثانية 5 أجزاء من الثانية، تهانينا للجميع والناموس. هكذا مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، انطلاقات هذا المساء وهجن أصحاب السمو الشيوخ انتهت في مرحلة الكبار وبداية 8 كيلومترات، والتي استمرت على مدى 12 شوطا تقاسم بين الأبكار والجعادين، وفي مستوى كبير ومستوى رائع حقق الجميع من خلاله رغبته في الفوز والانتصار والأمل الذي كان يحدوهم من خلال المشاركات القوية والمشاركات المميزة في هذا المساء، كانت كفيلة بأن نواجه